السلام عليكم. صباح اليوم قامت طائرة تابعة لقوات النظام باستهداف الأحياء السكنية في بلدة حيش، وأحد الغارات كانت على المستوصف المركز الصحي، مما أدى إلى خروجه عن الخدمة بشكل كامل. طبعا بالنسبة لمستوصف حيش أو المركز الصحي تبع حيش، يعني كان آخر نقطة طبية في ريف إدلب الجنوبي، يعني هي كانت عم تشتغل وكانت عم تقدم علاج لهالمرضى ولهالمواطنين. يعني مركز مستوصف حيش آخر نقطة طبية بريف إدلب الجنوبي، والآن مدمرة بالكامل.